كابتن محمد الشلهوب حضر في يمكن كل المباريات بالتسجيل اليوم بالرغم من العدد كبير خمسة إلا أنه ما حضر. محمد نبارك لكم هذا الفوز، خطوة للأمام في الدوري بصراحة. محمد يعني أكثر متفائلين هلاليين يمكن لم يتوقع هذه النتيجة الكبيرة، برأيك كيف استغليتم أن تسجلوا في نادي الاتحاد خمسة أهداف؟ أول شيء بسم الله الحمد لله شكر الله، يعني اليوم ربي وفقنا وصلنا على مستوى نتيجة، ونشكر الاتحاد يعني أنه قدم مباراة جيدة، وأتوقع أنها مباراة سريعة يعني كان فيها هجمات من الطرفين، واليوم كنا في يومنا وربي وفقنا والحمد لله يعني قدرنا نفوز بخمسة أهداف. بقراءة فنية كابتن، أن يبدأ الهلال بمحور واحد اليوم وثلاثة لاعبين يساندون خط المقدمة، هذه السلاح ذو حدين اليوم نجحت معكم هذه الطريقة؟ والله أنت عارف يعني تكتيك المدرب مرة يبدأ كذا ومرة كذا، لكن أتوقع أننا نجحنا يعني في الخطة وإن شاء الله يعني خلصنا الدور كامل باقي لنا دور ثاني. كابتن ابرز الملاحظات، يعني ابرز ملاحظات قريت بين الشوطين، انت متقدم بهدفين يريد ايضا ان يضيف الشوط الثاني، ابرز ما قاله لكم بين الشوطين؟ كان يعني المحافظه على الكره ونلعب نفس التكتيك اللي كنا نسويه بالنسبه للتغطيه، نبهنا اكثر شيء على التغطيه واعتقد سوينا احد شوط ثاني. انا عارفك ما تحب تتكلم على الهداف كثير، بس تياغو نيفيز لحقك الحين 7 و8. لا حسبتها من قبل المباراه، قلت اول ما يسالني عبد الرحمن بقول له 8 عندي، واذا ربي وفقني قلت لك 9 او 10، لكن الحمد لله يعني والهداف ان شاء الله كل زملائي اللاعبين يجون الهداف ويتخطوني بعد. الله يعافيك.